يجدون هنا من كل صوب ويجتمعون ضيوفا على الفاروق. وقد وصلت الى ساحة الملك الالاف العديدة من سكان الثغر والمصطافين، واخذوا اماكنهم يشربون المرطبات، وقد اخذت الاضواء الكهربائية المختلفة الالوان تنعكس على قصر الفاروق، وهم الان في انتظار ان ينقل اليهم صوت المقرئ ترديدا لما تيسر من سورة النجم وصورة القمر وصورة الرحمن. والمقرئ اليوم هو الشيخ مصطفى اسماعيل، وسيستهل تلاوته بقوله عز وجل في سورة النجم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. أيها السادة، الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن
إنك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعر. وأنه أهلك عاد وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. فغشاها ما غشا فبأي آلاء
وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت إذا أزفت ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون اسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم قطعت السماوات وانشق القمر هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن
ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون؟ اسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد فتول عنه إلى شيء
عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. أفتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء
وفجرنا الأرض عيونا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد استغنى القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر
كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. وبل الساعة موعدهم والساعة إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزور. وكل طير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم.
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والسماء يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر إن المتقين في جنات ونهر مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط
والأرباب للأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله العظيم.